إذن مشاهدينا، طقس مستقر رح يسيطر على لبنان لغاية يوم الثلاثاء، حيث رح يتأثر لبنان بمنخفض جوي مصحوب بالغبار الأمطار والعواصف الرعدية. بداية بالنسبة لليلة، جو إجمالا رح بيكون غائم جزئيا. أكيد منحذر من الجليد على الطرقات الجبلية، الحرارة 7 ببيروت، 3 بالسور، 5 بطرابلس، 5 تحت الصفر بالأرز، 2 زحلة، درجة بحصبية وبعلبك 0 لليلة. جو بكره اجمالا رح بيكون غائم جزئيا بسحب متوسطه ومرتفعه، اكيد منحذر من الجليد على الطرقات الجبليه، ارتفاع اضافي بالحراره، ممكن نشهد امطار خفيفه خاصه بالمناطق الداخليه وعلى المرتفعات خاصه بفتره بعد الظهر. الحراره بتوصل ببيروت بكره ل 22 درجه، 21 بصور، 20 بطرابلس، 8 بالارز، 17 زحله، 15 بحصبيه و16 بكره ببعلبك. الرياح بالاجمال رح بتكون جنوبيه شرقيه حل البحر، متوسط ارتفاع الموج، حرارة المياه 16 درجة، أما الرطوبة بتتراوح بين 10 و 35%. إذا طقس الأيام مقبلة على الشكل التالي: بكرة الاثنين مثل ما ذكرنا غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، ارتفاع إضافي بالحرارة، ممكن نشهد أمطار ببعض الظهر خاصة بالمناطق الداخلية وعلى المرتفعات، وأكيد منحذر من الجليد بساعات الصباح الأولى، 22 درجة ارتفاع بالحرارة أقصاها على الساحل. الثلاثة بيتحول أو ببلش غائم جزئيا كمان بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة نوعا ما محملة ببعض الغبار، بيتحول خلال فترة بعد الظهر إلى غائم أمطار موحلة، الأمطار تشتد غزارتها ليلا، وايضا تتساقط الثلوج على ال 1700 متر، اذا خاصه بليل الثلاثاء، الحراره اقصاها بالنهار 23 درجه واكيد تنخفض بفتره بعد الظهر، نوصل لنهار الاربعاء بفتره قبل الظهر غائم جزئيا الى غائم، ممكن نشهد امطار متفرقه ولكن ظهرا بتحسن الطقس والحراره اقصاها بتسجل 21 درجه، لنوصل عن جديد لنهار الخميس مشمس كليا وارتفاع بسيط ل 23 درجه. هذا كان كل شيء لليله، عوده لكم بسام ورمي.